وايه الراجل اللي انت ضربته ده يا ابراهيم؟ انا مش قال مش عايز عنف يا باشا، ده كان موجه المسدس ناحيه راسي، ولولا ابراهيم كان زمانه قتلني. انت بنت حلال مصفي، اول مره حد ينصفني في الرحله اللي احنا طالعينها دي. يا باشا انا كنت رايح اجيب ايس كريم. راح ايه؟ راح اجيب ايس كريم مانجا. ايس كريم؟ انت ابرد بني ادم شفته في حياتي. ليه يا باشا؟ متنيلين طالعين على الحدود والدوريات رايحه جايه، ورايحين نجيب اسرى اسرائيليين، وانت راح تجيب ايس كريم؟ يا باشا انا نفسي مره واحده تنصفني وتشهد ان انا طلعت واد كده. نفسي. ماذا؟ إيفو أني؟ مي أتيم؟ الله، روسي كارمي. إزاك كارمي؟ هو ده اللي أنت ضربته؟ والله أنا حلي لك بقك يا ده إبراهيم. إزاك كارمي؟ ناجي عطا الله؟ أنت تعرفه يا باشا؟ شوف الدنيا صغيرة إزاي؟ آخر مرة شفتك فيها على السي دي، إيه يا راجل حماس اللي كنت فيه ده؟ ده انت حيوان مش بني ادم. ده انت هتشوف ليله سودا. سيد ناجي، انت مش قد اللي عم تعمله. انت عم تخطف ضابط بالشباك الاسرائيلي. تعرف انا هوديك فين؟ هوديك عند حبايبك حزب الله، حوصيهم يعملوا لك سي دي زي اللي عملوا لك راف. انت شكلك شايل منه قوي يا باشا. الا شايل. اضربه على قفاه. لا مفيش داعي، ده أسير والمفروض يعامل معاملة الأسرة. إيه معاملة الأسرة؟ نديله على قفاه. تسلموا يا ابطال. والله اخواننا المصريين بيظهروا وبيظهر معدنهم الاصلي وقت الشدايد. يلي عملتوه معجزه بكل المقاييس. القياده الحزبيه بتعرض عليكم تنضموا للمقاومه، بتبقوا معنا وما تفارقونا حتى نحرر هالامه العربيه من العدو الصهيوني. لا معلش خليها مره ثانيه، تعرف الطريق طويل ولازم نرجع مصر بالفلوس يعني بسرعه. احنا هنخرج من هنا ازاي؟ من هون للشام بالطريق الجبلية شي 100 كيلو تقريبا، يعني ساعة وربع بالسيارة. الأوامر اللي اجتني من القيادة إني أمن رحلتكم لمصر سالمين غانمين. ازيك يا نضال؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. على فكرة أنا كنت قلقان عليكوا أوي. الحمد لله إن أنتوا رجعتوا بالسلامة. شكرا أوي يا حسين. انت بتعرفي ان انا كنت بطل مصر في الوثب الطويل، وكانت امنيتي طول عمري ان انا اخش الاولمبيات واخد ميداليه. بس انا بعد ما عرفتك يا نضال معنى البطوله نفسها اتغير في عينيا. انا اكتشفت ان في ناس عمرهم ما خدوا ميداليه ولا شالوا كاس، بس قدروا يحققوا بطولات مفيش اي حد في الدنيا يقدر يعملها. دفاع عرسية يا دي عبد الجليل، الواد راح بارك على الارض. اوباي، لو كنت معاك، لو كنت معاك يا ابراهيم ده كانت الدنيا اختلف. ده انا كنت وريتهم التبدع. ده كان زمان اسم عبد الجليل ده بيرفرف كده في اسرائيل ويرن. اصل بص، خبطه الروسيه دي ليها اصول، وانا الروسيات بتدرس عندنا في منشيه ناصر وفي الدويقه. يا ابني اسمع، بص، اول درس مثلا تقوم ماسك اللي قدامك كده عفقه من كتافه، يقوم جاي له تنشن في كتافه، تقوم انت مركز في سنتر نافوخه وماسك نافوخه من ده وهابق عليه بدماغك، تقوم مفلوقه نصين زي الخروعه كده في الكره الشراب. يعني المهم اخدت على اخوانا ابو الكبات. يعني غدر فرحان قوي ليه كده بقى؟ الرجوله والجدعنه يا ابراهيم انك تقابل خصمك راجل لراجل، تخبطه الخبطه من دي تقوم جايبه لمسه اكتاف زي المصارعه. لا بقولك ايه يا تهام، اوعى تفتكر يا حبيبي ان شويه العضل اللي انت نافخهم دول هيخيلوا علينا. ده كل ده امينو ان او مش عارف ايه والحاجات الهبله دي، واضرب في الحقن. ده انت تلاقي هرموناتك بايظه حبيبي. هرمونات ايه؟ انت بتكلم فرخه قدامك؟ انت هتصوت ايه يا ابراهيم؟ انت عشان ضربت لك واحد فاكر نفسك هوجن؟ في ايه؟ بس ايه؟ انت وهو في ايه؟ انتوا مش حاسين بينا خالص؟ ما عندكوش دم؟
انتوا فاكرين اليهود هيسيبونا بعد اللي انتوا عملتوه ده؟ اوف. هو زي المان مش مستمتع بالرحله معانا. مش عارف الواد ده من ساعه ما شفته كاتيان في نفسه كده وبيهر كتير. كاتيان في نفسه؟ اه هو كاتيان في نفسه فعلا. والعصر دول هتعملوا معاهم ايه يا بسيط؟ اسرائيل طالب البدء ونحن معنا مانع. راح نبدلهم ب 500 معتقل من السجون الاسرائيليه. يا الثمانيه ب 500. شفت هلا قيمه العمل اللي عملته يا ناجي بيك؟ شوف كم عيل راح بتفرح فيه. طيب انا ليا طلب عندك يا بسيط. امور يا ناجي بيك. في اسير بقاله 16 سنه معتقل في السجون الاسرائيليه. انا عايز الاسير ده بالذات يطلع المره دي. إذا كان بعده عايش؟ إن شاء الله لسه عايش. شو اسمه؟ اسمه طارق زياد من غزة. هو بقاله 16 سنة معتقل. إن شاء الله بيفرج عنه يا أخ ناجي. طيب ما قلتليش هنرجع مصر إزاي؟ كل شيء مرتب بالنسبة لإلكم. رح تطلعوا من هون على الشام، وبالشام رح بلاقيكم أخ من رجالنا اسمه أبو القاسم، ووصلكم على مصر سالمين آمنين. طب وليه ما نطلعش عن طريق لبنان؟ ما بتطلع على طريق لبنان ومعك كل هالمصاري؟ ايه والله ما بتطلع بدولار واحد. عملاء اسرائيل منتشرين بكل الوطن العربي، وانتو صرتوا معروفين بالنسبه لاسرائيل، ولحتى يجيبوكم مستعدين يدفعوا اكثر بكثير من يلي اخذتوه منهم. ناجي عطا الله هو الزعيم بتاعهم، ده واضح بدون اي شك. كانوا